جايب السيارة قالوا وين تريدون؟ قلنا لهم نروح هنا القرية هاي مالتنا جريدة. شوي شوي ظلينا نعبر اللي وصلنا الرجال، كل ما نصل القرية نقول هاي وراها مالتنا. هلا خلاص وصلنا الرجال، صار لنا 5 أيام في يعني هاي القرية. فخبرنا حصلنا رقم 1 من القوات الأمنية. شغلنا لهم قالوا لنا ظلوا على اتصال ويانا، ظلينا على اتصال وياهم، قال بس اطلعوا علينا، اعطيناهم وصف تواصف السيارات ورفعنا رايه بيضاء وجينا عليهم. جينا ماشي ركب 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 ايه جينا اليجا ربنا داعش مو زين علينا بس ضال ذبحنا داعش ذبحنا داعش فطسنا من الجوع لا شغل لا عمل لا شيء موتنا ما حد يستجري لا يقدر يطلع لا يقدر يروح لا يقدر يسخن يعني قلبي تطمن بس والله هل يستعد نار بقلبي نار نار ظلت بقلوبنا تعال يعني يسع اخوك جو الموت وابوك جو الموت امك مأساة مأساة يعني ما توصف ما ادري شو اسوي